السلام عليكم. منذ خروج قوات الاحتلال الغربي من البلاد العربية قبل عقود، تعيش الأخيرة في أزمة اضطراب سياسي تتعلق بشكل الدولة وممارسة السلطة والحريات السياسية. هذا الواقع الذي امتد عقودا في كبريات الدول العربية قاد إلى نفرة جماهيرية تمثلت في انتفاضة عمت عددا من الدول العربية بحثا عن التغيير. وبالرغم من قضاء العقد الأول على الانتفاضة العربية، فإن أي أثر لتغيير سياسي حقيقي لم يرى حتى الآن. وسط هذه الأجواء تتزايد الدعوات إلى الديمقراطية كإطار للحكم والدولة وكحل ناجع ينهي أمراض السلطة في الدول العربية، دعوات وجدت لها صدى في المقلب الآخر عند فريق يرى في الديمقراطية المرض الوحيد الذي لم يجربه العرب، مستدلين على ذلك بأن هذه الظاهرة تكرس المال والنفوذ بين نخب بعينها تعيد تدوير الحياة السياسية بما يوافق مصالحها. فهل الديمقراطية حل لمشاكل العرب السياسية أم هي المشكلة؟ حلقة اليوم من حديث العرب تبحث الإجابة عن هذا السؤال. أهلا بكم. يعد مفهوم الديمقراطية من المفاهيم الشائعة الاستعمال في عالمنا اليوم، لا سيما أن أغلب الأنظمة العربية المعاصرة تمارس الدكتاتورية، لكنها تحاول أن تضفي على نفسها صفات الديمقراطية وتدعي تمثيل الشعب وبالتالي اكتساب الشرعية غير الشرعية للحكم. فالديمقراطية بشكل عام نظام سياسي واجتماعي حيث الشعب هو مصدر السيادة والسلطة، فهو يحكم نفسه عن طريق ممثلين عنه، وهي شكل من أشكال الحكم يكون فيه لجميع المواطنين البالغين على حد سواء رأي في القرارات التي تؤثر على حياتهم، ومن المفترض أن يتضمن ذلك المشاركة على قدم المساواة في وضع القوانين والسياسات وتخصيص الموارد والفرص الاقتصادية في البلاد. إن جوهر الديمقراطية ونواتها المركزية هو الحرية، فكل ما تهدف الديمقراطية إليه بكل تعقيداتها وإشكالياتها هو في نهاية المطاف تحقيق حرية الفرد وحرية المجتمع في اتخاذ قراراتها المصيرية، وجعلت لها ركائز تتكئ عليها كسيادة الشعب بإرادته الجمعية وحكم القضاء الحر المستقل ودستور وطني شامل للبلاد ومساواة المواطنين أمام القانون والتعددية السياسية وفصل السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية وموازنة ومراقبة أدائها المتبادل بالإضافة إلى التداول السلمي للسلطة وغيرها من الركائز. هذا ما بلغ الشعوب من صور عن الديمقراطية التي يحلم بها الكثيرون ممن راقت لهم التجربة الغربية. وكغيره يتوق المواطن العربي إلى الحرية، فهي حاجة فطرية طبيعية، لكن يبدو أن اكتساب الحرية عبر الديمقراطية في الدول العربية يعد أمراً مستحيلاً، فكلما خرجت الجماهير مطالبة بشيء من الديمقراطية قمعتها الأنظمة الدكتاتورية التي ترفع شعار الديمقراطية والحرية وتتبجح به صباح مساء حتى كرهتها الشعوب التي لم تجني منها أي ثمار تذكر. ويبدو أن الديمقراطية لن تحل مشاكل العالم العربي الذي لا يزال يتخبط في مستنقع من المفاهيم والسلوكيات التي لا يمكن أن تساعد على ولادة أي نوع معقول من الديمقراطية، فالنخب الحاكمة بعيدة جداً عن أن تقر وتعترف بمبدأ صدور السلطة عن الشعب وبحقه في المشاركة فيها، بل في قول رأيه من دون طموح للمشاركة. ولا تزال الوصاية على المجتمعات هي العقيدة الرئيسة التي تحكم ممارسات النخب العربية الحاكمة. الحياة السياسية لا تزال بشكل عام محتجزة وأسيرة تماماً في معظم الدول العربية، ولا يزال من الصعب الحديث عن تنافس حقيقي ونزيه على الحكم وتداوله في عموم البلاد العربية. للحديث عن هذا الموضوع يسعدني الترحيب بضيف الحلقة الدكتور سيف عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة. أهلاً ومرحباً بكم دكتور. أهلاً وسهلاً. في يومنا هذا الجميع يتحدث عن الديمقراطية، الكبير والصغير والعالم والجاهل والمرأة والرجل،
بمختلف مشاربهم. والحديث حقيقة عن هذا الموضوع يكتسب أهمية مضاعفة في الظرف السياسي الذي تمر به الأمة العربية. دكتور، نريد أن نسألك في البداية عن طبيعة السلطة في ظل الديمقراطية، في كنف الديمقراطية. وطبعا الفكرة الديمقراطية لابد أن نؤكد أنها هي أفضل الأفكار الموجودة الآن على الساحة، بالاعتبار أنه هي صحيح تشرشل قال أنه هي خيار ليس بالمتكامل، ولكنه هو أفضل أسوأ الخيارات. أسوأ الخيارات. نعم. بهذا الاعتبار أنا بعتقد أنه الديمقراطية لها عناصر غاية في الأهمية، وتحاول أن تجعل من بنية السلطة بنية منفتحة على إرادة الشعوب، بحيث أن هذه الإرادة يمكن أن تعبر عن نفسها بشكل من الأشكال في إطار المنظومة الديمقراطية الموجودة. ومن هنا فإن وجود الشعب في التعريف الديمقراطي مهم جدا، فهي حكم الشعب بالشعب وللشعب، بحكم أن هذا التعريف هو التعريف الشائع لدى الجميع في هذا الإطار، فإن الشعب يقوم بدور كبير جدا في العملية الديمقراطية في هذا الإطار. لكن من المؤسف حقا أن الدول العربية على سبيل المثال لم تعرف أنظمة ديمقراطية حقيقية، وأنا أظن أن هذا يعود إلى النشأة المشوهة والمشوشة للدولة القومية. الدولة القومية نشأت عندنا نشأة مشوشة ومشوهة، نشأت للأسف الشديد في ظل ظروف أدت في النهاية إلى وقوع الدول العربية في براثن الاحتلال الغربي. ومن هنا بدأ المسألة التي تتعلق بالحقبة الاستعمارية، والتي مارست نوع من الإدارة لمثل هذه الدول لاستثمار نهب خياراتها وحكم شعوبها بشكل من الأشكال حتى تقوم. فالخبرة الغربية لم تكن في ذلك الوقت إلا باعتبارها محتلا ومستعمرا، لا باعتباره مبشرا بالديمقراطية كما تبدو الأمور. وحدث الاستقلال، وللأسف الشديد أن هؤلاء الذين قادوا عملية الاستقلال قادوا معركة أظن أنها كانت معركة شكلية. أول هذه الأمور السلبية التي ترتبت على ذلك هو تلك المقايضة التي حاولوا تارة يتحدثوا عن المعيشة والاقتصاد في مقابل التنازل عن الحرية والديمقراطية بشكل من الأشكال. وثم بعد ذلك أتت صناعة الكيان الصهيوني، ليتحدث البعض بعد ذلك عن مواجهة الكيان الصهيوني وأنه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، ومن ثم أيضا تقهقرت العملية الديمقراطية. دائما كانت التضحية بدماء الديمقراطية من النظم العربية في هذا السياق، ومن ثم لا أستطيع أن أقول أن هناك تجربة ديمقراطية في العالم العربي، وأن هؤلاء الذين تصدروا مشاهد السلطة في العالم العربي قاموا بما يمكن تسميته بصناعة شبكات الاستبداد والفساد في هذه الدول، بحيث أن هذه الشبكات هي التي سادت وعمت نظم الحكم بوجه عام، وأن الديمقراطية دائما كان يضحى بها على المذبح. دكتور، حقيقة على سيرة الاستبداد، يعني الاستبداد ليس حكرا على الدول العربية، نحن شهدنا في المعسكرات، في المعسكر الاشتراكي في دول أوروبا الشرقية، حتى في آسيا، في أقاصي آسيا، في كوريا الشمالية وغيرها، وحتى في الصين، دول استبدادية ذات نظام سياسي استبدادي الطابع، ومع ذلك شهدنا نموا ونهضة اقتصادية، قوة عسكرية، دولة يعني فيها نوع من الاستقرار بغض النظر عن الملاحظات على هذا الاستقرار. السؤال هو الآن الواقع، الأمة العربية تعيش واقعا مأزوما على جميع النواحي والصعد،
تفكيكا وتحليلا، ما طبيعة العلاقة بين هذا الواقع المأزوم وبين طبيعة الحياة السياسية في هذه الدول؟ طبعا الحياة السياسية هي مظهر من مظاهر الأزمة، وأستطيع أن أقول لك أن البعد السياسي هو البعد الأكثر وضوحا في مثل هذه الأزمة. لا نستطيع بأي حال من الأحوال أن نقول أن هناك مؤسسات حقيقية يمكن أن تمارس عملية سياسية حقيقية. أنا على سبيل المثال كنت كتبت بعض المقالات أؤكد فيها على دولة كئن. دولة كئن هذه هي الدولة التي يمكن أن تكون فيها مؤسسات، ولكن المؤسسات هي مؤسسات للزينة، مؤسسات ديكورية، هي تجمل حالة الاستبداد تحت مظاهر تبدو أنها ديمقراطية. ولذلك كأن عندنا برلمان، كأن عندنا حكومة، كأن عندنا هيئات رقابية، كأن عندنا قضاء. للأسف الشديد مؤسسات كأن هذه هي المؤسسات التي حكمت فترة طويلة من الزمن، وهي التي تأسست في ظل هذه النظم المستبدة التي أخرجت أشكالا ليست إلا أشكالا ديكورية في حقيقة الأمر من دون وظائف حقيقية. أنا أظن أنه كمان بعد الثورات العربية وبعد الانقلابات المؤسسات نفسها ما بقتش مؤسسات كأن، المؤسسات صارت مؤسسات الضد، بمعنى دولة الضد دي هي التي توظف المؤسسات في ضد مقصودها. يعني القضاء ما عادش بيقوم بالعدل، عاد بيقوم بالظلم، والأمن أصبح يقوم بالترويع والتفزيع ولا يقوم بدوره الأمني الحقيقي الذي يجب أن يقوم به في تأمين الناس وتأمين حياة الناس وتأمين الشعوب وكل هذه الأمور. هذا مرتبط بطبيعة الأمر والإعلام السياسي. طبعا والإعلام أيضا تحول إلى مؤسسة ضد، فلم يعد إعلاما ولكنه صار في بعض أحواله إعلانا للسلطة، عملية إعلانات وترويج لسلطة موجودة وترويج لذلك المستبد في إطار رسم صورة له وكأنه منجز وكأنه هو الذي يقوم بكل شيء وليس هناك أفضل من هذا الذي يحكمنا وكل هذه الأمور، وفي ذات الوقت يمارس عملية كذب ممنهجة، صناعة الإفك اليومي بحيث تتم عملية غسيل مخ جماعي لهؤلاء الناس بشكل من الأشكال. فقل لي بالله عليك، هل هذه المؤسسات يمكن أن تقيم حالة سياسية تقوم على المسألة، تقوم على المسألة الديمقراطية وممارسات الحرية وشبكة علاقات مؤسسية تقوم على التمايز ما بين السلطات والتكامل بينها بشكل من الأشكال، أم أن السلطات كلها صارت هي في خدمة المستبد، المستبد الأوحد الذي يحرك مثل هذه المؤسسات ويختطف هذه المؤسسات ويوظفها لمصلحته؟ هذه الديمقراطية يطرحها الكثير من المثقفين والمفكرين العرب على أنها البلسم الشافي لكل أمراض السلطة في المنطقة العربية. سؤال دكتور، سؤالي لك، يعني هل هذه دعوة حالمة للخلاص من حالة المستبد الأوحد كما تفضلت بذكره، أم أنها هذه الديمقراطية حظيت بالتنظير والتقعيد الكافيين؟ يعني هناك رؤية واضحة لدى هؤلاء الدعاة للديمقراطية في المنطقة العربية؟ شوف، أنا أريد في البداية أن أؤكد على مسألة مهمة جدا، أن إفساء الحالة الديمقراطية لا تكون إلا من خلال وجود ثقافة ديمقراطية وثقافة مدنية واسعة وثقافة سياسية مواتية. للأسف الشديد حينما تنظر إلى هذا الموضوع ستجد أن ما هو موجود بنية استبدادية تحكمت بشكل من الأشكال، ومن ثم حتى تقوم بعملية بناء ديمقراطي أو تحول ديمقراطي حقيقي لازم تعمل عملية موازية وهي تفكيك بنية الاستبداد. وتفكيك بنية الاستبداد هنا لا تقتصر فحسب على بنية السلطة،
ولا السلطات الموجودة ولا المؤسسات التي تساعد الاستبداد، ولكن أيضا القضاء على قابليات الاستبداد. قابليات الاستبداد أخطر، وهي التي تحكم حالة الاستبداد وتؤدي إلى استمرارها وتفاقمها وتمكنها وتراكمها. أين تتجسد هذه القابليات؟ تتجسد هذه القابليات في نمرة واحد، الحالة الثقافية التي تطمس أي وعي سياسي حقيقي يمكن أن يطالب بالحقوق ويمارس كل ما يتعلق بمسألة الحرية. المسألة للأسف الشديد كما قلت لك بتحدث مقايضات ومساومات. أول شيء يتم التضحية به على المذبح هو الحرية وحرية الإنسان والديمقراطية والتعبير عن رأيه تحت دعوى أنها ستوفر له العيش وكل هذه الأشياء، لكن المنظومة على بعضها تستطيع أن تقول أن هذه منظومة تتعلق بالحرية، منظومة تتعلق بالكرامة، منظومة تتعلق بالديمقراطية، منظومة تتعلق بالعدالة. هذه المنظومات في تشابكها هي التي تحدث بنية أساسية وتحتية لعملية الديمقراطية الحقيقية في مثل هذه المجتمعات. قبل كمان من أسس هذه البنية لابد وأن نخلي الساحة من مسائل ومعوقات وعقبات حقيقية تكون وتتراكم بشكل من الأشكال في البنية الاستبدادية، في الثقافة، في أنماط التربية. يا سيدي أنا عاوز أقول لك أنه أنماط تربيتنا لأولادنا للأسف الشديد بتعمل فرعون صغير، ديكتاتور صغير للأسف الشديد. كيف ذاك؟ أنماط التربية. ولذلك هو إيه اللي بيقوله ابن خلدون مثلا في المقدمة؟ قال ابن خلدون: من كان مرباه بالعسف والاستبداد غلبت عليه أخلاق المداهنة والنفاق. هي دي القضية، إن أنت بتعمل عملية كبت قمع للأولاد، وقمع هذا القمع يعمل قابليات. خد عندك نظام التعليم أيضا يشكل حالة من الحالات التي تمكن للحالة الاستبدادية في عملية تربوية يومية، وكأنها تكون قابل للاستبداد أو عبد في علاقته بالسيد. هذه المسائل كلها من المسائل المهمة التي تشكل هذه القابليات. وهنا في أصل المسألة، ولذلك يعني بعض الناس يقول لك الشعب هو المسؤول. لا، مش الشعب بس فقط هو المسؤول. ماذا فعلت حتى تحدث وعيا لدى كل هؤلاء في هذا السياق؟ هذا الشعب في الثورات العربية طاق إلى الحرية وطاق إلى عملية التغيير واعتبر ذلك هدفا، ولذلك انضم إلى هذه الحالة الثورية وشكل حاضنة شعبية لهذه الحالة الثورية بمطالبها السياسية. ولكن في حقيقة الأمر للأسف الشديد لابد وأن تتابع هذه الحاضنة الشعبية بتأسيس بنية وعي والاهتمام أيضا بمعاش الناس، لأن الديمقراطية ليست مجرد كلاما في السياسة. الناس تستهلك مفهوم السياسة بالمعنى أنه هو المسألة التي تتعلق بالممارسة السياسية، والأمر أبعد من ذلك. السياسة معاش الناس، ومعاش الناس هو جزء لا يتجزأ من الحالة السياسية التي تمكن من بنية أساسية يمكن أن يمارس فيها الفرد حالة حرية وحالة ديمقراطية. فهمت من كلامك أن الديمقراطية، وقلت هذا شيئا من هذا، أن الديمقراطية ليست فقط مجرد يعني عملية سياسية، هي أبعد من ذلك وأكبر. يعني هل الديمقراطية، أفهم من كلامك، هي عقيدة كما ذهب بعض المفكرين، أم أنها منهج أم آلة؟ ما هي الديمقراطية هنا؟ شوف، دعنا يعني لا نقف عند حد اللفظ الذي يتعلق بالديمقراطية، لأنه بعض الناس بتتكلم عن الديمقراطية هي الحل. المسألة أبعد من ذلك بكثير. أنا أريد حكم راشد عادل
فعال. الحكم الراشد العادل الفعال، الوسائل والأدوات الديمقراطية هي الأدوات التي تحيلنا إلى عملية الاستدلال على مسار الديمقراطية وهذه الحياة التي تمارس فيها حالة من الحرية. ومن ثم هذه المؤشرات المهمة التي تتعلق بالحكم الراشد هي التي يجب أن تبنى في هذا الإطار. كيف يكون الحكم راشداً؟ كيف يكون فاعلاً؟ كيف يكون عادلاً؟ هذه هي المسائل الأساسية التي تكون المنظومة الديمقراطية. ولذلك أنا من أنصار أن تكون هناك ما يمكن تسميته بطبعة ديمقراطية خاصة. لا أقول ذلك تملصاً من الديمقراطية كما يفعل المستبدين، ولكن أقول ذلك بالاعتبار الذي يؤكد أن هؤلاء عليهم أن يقوموا بعمل في تمكين العملية الديمقراطية في إطار بناء بنية تحتية وبنية ثقافية مواتية للحالة الديمقراطية وتفكيك البنية الاستبدادية التي تعوق وتحدث حالة عصر في الانتقال الديمقراطي. سأتوقف معك مليا على ما تفضلت بذكره من أن الطبعة ديمقراطية خاصة بنا كعرب، لكن قبل ذلك الحديث عن الديمقراطية دكتور، وهذا موجود الآن في الساحة، يستجدب بالضرورة الحديث عن الفضاء الذي تحلق فيه هذه الديمقراطية. وثمة من يقول بأن الديمقراطية لا يمكن أن تكون فاعلة كإطار للحكم إلا في فضاء علماني، والعلمانية كما تعرف لا تحظى بشعبية كبيرة الآن لدى الشارع العربي باعتبار أنها تتصادم مع حقائق الدين. هنا أريد أن أسألك عن كيفية التوفيق بين العلمانية كفضاء يصر عليه الغربيون وهم يعني أباء الديمقراطية، وبين احتياج العرب لهذه الديمقراطية. شوف، يصر الغربيون كما يصرون، ولكن في حقيقة الأمر أن المعنى الذي يتعلق بالطبعة الديمقراطية مسألة غاية في الأهمية، والمسائل التي تتعلق بالخصوصية. ولكن دعني أتحدث أيضا عن وجود ما يسمى بالتلازمات التي وهي تلازمات غير حقيقية. الحالة الديمقراطية، يعني مثلا إذا كنا بنتكلم على الديمقراطية المعاصرة، أين كان يمكن يمارس معنى الحكم الراشد والحكم الصالح؟ هل لم يكن هناك نماذج للحكم الراشد والصالح قبل الديمقراطية المعاصرة؟ لأنه هنا بيتكلموا بقى على الديمقراطية اليونانية. أنا بقول لك الطبعة الديمقراطية اليونانية اللي هي الديمقراطية المباشرة، لما نيجي بندرس الأشياء دي بنقول أشياء صعبة جدا. لا، الطبعة التي كانت موجودة أيام أثينا هي عينها الاستبداد، لأنها بتقصر الحالة الديمقراطية على فئة بعينها وعلى طبقة بعينها، وتستبعد ثلاث طبقات: المرأة والأجانب والعبيد. طيب، يعني هو إيه بقى المسألة؟ مين فاضل؟ نبلاء. النبلاء. ومن ثم هذه الممارسة التي كانت موجودة لا تعد في عرف الديمقراطيات المعاصرة الآن هي تمثيل لحالة الديمقراطية التي تشيع هذه المسألة والممارسة الديمقراطية على أكبر مساحات من الممارسة السياسية. وهنا أؤكد على ذلك وأنتقل إلى المسألة التي تتعلق بأنه هل هناك تلازم ما بين الطبعة الديمقراطية والطبعة العلمانية؟ لا يمكن أن يكون هناك تلازم. مين قال؟ والدين مثلا، حينما الدين يؤصل المعاني الحقيقية لمفاهيم مثل الحرية والشورى على سبيل المثال، هل نستبعد هذا في إطار المسألة الديمقراطية؟ هل نستبعد هذا في إطار بناء ثقافي مواتي للحالة الديمقراطية؟ لا أستطيع، لأنه هذا الجزء الذي يتعلق بالبنية الديمقراطية ومواجهة الاستبداد يمكن أن يقوم الدين بحفز
هذه الطاقة التي تتعلق بتفجير قيمة الحرية في نفوس الناس، ويساعد الدين في مثل هذا الدفع في إطار عمل يراكم فيه الإنسان بممارسة حقيقية تستند إلى مصادره وخصوصياته. دكتور سيف، قبل أن أذهب إلى الفاصل، لا مشحة في الاصطلاح، ولكنك ذكرت أننا بحاجة إلى حكم راشد. طيب، الحكم الراشد لا يعبر عنه إلا بالديمقراطية، صحيح لا مشحة في الاصطلاح، ولكن تحديد المصطلح ربما ينشئ مسارا طويلا يعني بعد ذلك. إذا حبيت تسميه ديمقراطية لا بأس، إذا حبيت زي ما قلت لحضرتك أنه هذا يعني من جاءنا بأفضل منه قبلناه، بس بأفضل منه حقيقة، لكن مش تخيبني ما بين الحالة الديمقراطية ثم تتحدث عن الخصوصية علشان تمرر أنظمة حكم استبدادية. لا يمكن بأي حال، ليس هذا هو معنى الخصوصية، لكن معنى الخصوصية أن أستند إلى ثقافة نابعة وذاتية تحرض الإنسان على ممارسة حريته باعتبار أن قيمة الحرية لصيقة به. ولذلك هو يعني المسألة العقبة، التحدي، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، هي دي الحرية، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. هذه المسائل التي تتعلق بالبعد الاقتصادي والبعد السياسي والاجتماعي الذي يتعلق بالحرية هما ساقان للممارسة السياسية، وهما عين الديمقراطية وعين الشورى وعين الحكم الراشد في هذا المقام. إذا مشاهدينا الكرام، كما قال ضيفنا الدكتور سيف عبد الفتاح، قابلية الاستبداد لدى الشعوب العربية، كيف يمكن استجلاب الديمقراطية في ظل هذه القابلية للاستبداد؟ هذا ما نبحثه بعد فاصل قصير. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي. أسعدكم الله، وهذه عودة لاستئناف الحديث في موضوع الديمقراطية، وإذا ما كان هناك أنموذج ديمقراطي مناسب لحالة الدول العربية. وحديثنا مع الدكتور سيف عبد الفتاح، أجدد ترحيبا بكم دكتور. أهلا وسهلا دكتور. يعني قابلية الاستبداد كما تحدثت قبل قليل، وهو مصطلح له ما بعده، كيف يمكن أن تكون الديمقراطية مناسبة لمجتمع فيه أولا قابلية الاستبداد، ثم بعد ذلك فريق من أبنائه، فريق فيه مفكرون وفيه علماء وفيه دعاة وفيه عوام، يرى في الديمقراطية تصادما، تتصادم مع حقائق الدين تصادما وجوديا، بمعنى لا يقوم أحدهما إلا على أنقاض الآخر، كيف يمكن هنا التوفيق؟ وطبعا أنا أظن أن في عندنا معارك إحنا بنأخذها هي معارك مفتعلة في حقيقة الأمر، ومن ضمن الافتعال هو هذه المعارك التي يخوضها البعض ما بين الشورى والديمقراطية في هذا المقام. وأظن أيضا أن هذه المعارك بافتعالها تستطيع أن تحل من خلال ما أسميناه الطبعة العربية أو الإسلامية في الديمقراطية، بالاعتبار أن تكون أطر عامة لمثل هذه الحركة السياسية في إطار هذه الأطر المرجعية.
علشان كده أنا لا أرى بأي حال من الأحوال أنت تخوض المعركة في مواجهة الاستبداد، هذه هي المعركة الحقيقية، ثم بعد ذلك تقوم بعملية أبنية مؤسسية تستطيع. ولذلك هي إيه المسألة الديمقراطية؟ المسألة الديمقراطية أو المسألة التي تتعلق ببنية الحكم الراشد، أستطيع أن أقول أنها أربع مستويات. المستوى الأول هو القيم الكلية التي تحكم العملية الديمقراطية أو العملية السياسية أو عملية بناء الحكم الراشد، ثم بعد ذلك المبادئ النظامية. المبادئ النظامية يعني مثلا اعتماد مبادئ مثل الأغلبية، اعتماد مبالغ مثل التمثيل السلطة، اعتماد مبادئ مثل تداول السلطة، كل هذه مبادئ نظامية. ثم بعد ذلك أبنية مؤسسية، وأبنية مؤسسية نتحدث عن أبنية حقيقية، برلمان يعني برلمان. لكن مثلا أقول لك حاجة، إن جونسون بتاع بريطانيا اللي هو جاي عاوز يحتال على هذه المسألة، لدرجة إنه بيقول عاوزين نعطل مجلس العموم علشان يعمل البريكست. يعني هو يعني المزاج الشعبوي حتى في الغرب أصبح مزاجا ربما يحاكي بعض أمور الطبعة الاستبدادية الموجودة في بلاد المشرق، وده عجيب جدا. إزاي الدول دي قعدت تبشر بالديمقراطية وبعدين بتهدمها بخطاب شعبوي مقيت؟ هذا الخطاب الشعبوي يضع مسألة الديمقراطية محل علامة استفهام كبرى في هذا السياق. ولذلك اللي أنا بقوله أنه الحرية وممارسة الحرية والديمقراطية وبنية الديمقراطية هي، ثم بعد ذلك المستوى الرابع وهو القواعد والآليات والإجراءات. دول أربع مستويات علمهم لنا أستاذنا الدكتور حامد ربيع، لأنه الأربع مستويات دول لازم كلهم يكونوا شبكة من أول القيمة، ومرورا بالمبدأ النظامي، ومرورا بالمؤسسة والبناء، وانتهاءا بالقواعد والإجراءات والآليات، هي التي تضمن. لأنه اوعى تيجي في مستوى وتستقل به. أحيانا نحن بنضيع الديمقراطية بمجموعة إجراءات، هذه مجموعة الإجراءات يمكن أن تخنق الحالة، تخنق الحالة الديمقراطية. وهو ده اللي بيحصل في كثير من دولنا الاستبدادية بإجراءات. الدساتير اللي موجودة في بعض الدول هي دساتير يمكن أن تقول عليها مكتوبة بشكل وتقريبا منقول من بعض الدساتير الغربية، لكن في حقيقة الأمر هذه الدساتير لا تعمل على الحقيقة، ولكنها فائض كلام فحسب. لا يحمي هذا الدستور إلا قوى اجتماعية مؤمنة بهذه القيم التأسيسية، تستطيع هذه القوى الاجتماعية أن تحمي هذه. هنا بيت القصيد، يعني هناك من يقول بأن بنية العقل العربي غير مؤهلة لهضم قيم الديمقراطية. هم بالأصل العرب ربما يحتاجون إلى تربية على مثلا احترام القانون ورعاية حرمة الدستور قبل الحديث عن الديمقراطية. هل تتحمل بنية العقل العربي استيلاد أو استنباط مفهوم ديمقراطي مثلا في هذه البيئة؟ شوف، أنا يعني بتحفظ شوية على حكاية بنية العقل العربي، وبتحفظ كمان على عدم الأهدية، وبتحفظ في مستوى ثالث متى يتأهل إذن هؤلاء. طيب كيف يتأهل هؤلاء؟ طب أنت بتعمل عشان تأهلهم، ولا أنت بتقول إن هم مش مؤهلين علشان تبرر استبدادك؟ لا، بيقول إن هم مش مؤهلين عشان يبرر استمرارية مسيرة استبداده، مش بداية حتى مسيرة ديمقراطية. ولذلك هذه كلمات حق يراد بها باطل. لماذا؟ يا سيدي، لأن التجربة دلت على أن هذا الكلام حق ربما يراد به باطل ولكنه كلام حق. يعني أنت تعرف أن الحالة الآن المطالبون مثلا بالديمقراطية الذين ثاروا على الأنظمة السياسية الرسمية الآن هم فرق وأمم وأحزاب ومتناحرة فيما بينها، يعني حتى آلية اتخاذ القرار غير واضحة، هناك فردية كبيرة. يعني ما هذه هي صناعة الاستبداد. الاستبداد بيقوم بصناعتين،
صناعة الفرقة وصناعة الفوضى، ويحاول أن يلوح بأيهما أو بهما معا في إطار أنه يؤكد أنه ليس أفضل من أن يكون هو موجودا بمنظومة حكمه. لكن هذا لا يمكن إطلاقا أن يعني أن هذه الشعوب لا تستحق أن تعيش حياتها بحرية وديمقراطية وفي ظل وتنعم بالنظام حكم الراشد. ومن ثم اللي بقول لحضرتك انه دي قولة حق يراد بها باطل، بالمعنى الذي يقول انا طيب يعني لو انت عندك شخص غير مؤهل طيب هتأهله؟ طب اعمل له خط التأهيل. لكن للأسف الشديد هو لا يقوم بخط التأهيل، ولكن يقول انه غير مؤهل اذا فليرضى بما اقوم به من حكم. لا، هذه قسمة نضيزة، هذه معادلة لا يمكن إطلاقا قبولها. ولكن بنية وبناء الحكم الديمقراطي بالحالة التي تسمح بهذا البناء المتدرج والقادر على أن يكون راسخا في مواجهة بنية استبدادية والقضاء على قابليات الاستبداد هي عملية تدافعية غاية في الأهمية يجب أن تقوم بها الشعوب. ولذلك هي القضية إيه في الثورات العربية؟ ما حدث في الثورات العربية؟ إن الثورات العربية فتحت باب التغيير واسعا. ولذلك يعني أنا أظن إنه حتى كمان الشعب يريد إسقاط النظام المستبد بكل شبكاته بكل الخوادم له التي تعني أيضا مؤسسات الفساد، التي لأنه الفساد والاستبداد دول أخين. لكن هذا الشعب الذي تتحدث عنه صدم بالنخب المعارضة التي تنادي بتحكيم قيم الديمقراطية والحرية وتداول السلطة بينما لا تمارسها واقعا عمليا فيما بينها. ما هو ده برضو لأنه أزمة هذه الشعوب في مثل هذه النخبة، نكبة هذه الشعوب في نخبتها. ومن ثم جزء من عملية التغيير أن تكون هناك نخبة جديدة قادرة على حمل مثل هذه الثقافة الجديدة وبنية الثقافة الجديدة التي يمكن أن تقدمها في إطار وجود حكم راشد. جزء لا يتجزأ من هذا أن تكون هناك نخبة جديدة قادرة على حمل هذه. أما هذه النخبة القديمة التي تقايض وتساوم وتقوم بخدمة النظام وتعمل ضمن مساره بشكل من الأشكال حتى تقوم الأنظمة الاستبدادية بعملية تجميلية ليس إلا، فإن هذا ليس هو المطلوب في حياة الشعوب. مسألة التغيير هي مسألة حقيقية ويجب أن تكون مسألة جذرية، وجذرية هذه المطالب التي تتعلق وفتحت باب التغيير واسعا من أهم مستوياتها أن تبدأ عملية سياسية على قاعدة ديمقراطية تؤكد فيها بناء حكم راشد تستأهلها هذه الشعوب. نعم دكتور، أريد أن أذهب معك إلى يعني محور مهم. الآن ثمة من يقول إن العرب يطالبون بما عفى عليه الزمن، الديمقراطية نفسها في المجتمعات الغربية يعني ثمة مفكرين كبار يتحدثون عن أن هذه الديمقراطية تحتضر، ولعلك قرأت مقالة فورين أفيرز السياسة الخارجية في عام 2018 عندما ذكروا أن الديمقراطية تحتضر لأنها تمركز المال والنفوذ بيد فئات أرستقراطية سياسية هي تدير العملية السياسية دائما فيما بينها. يعني الآن السؤال هو ألا تخبو مع هذه المقالات مع هذه التنظيرات في الغرب فكرة الديمقراطية حتى عند العرب؟ شوف أنا عاوز هنا يعني أفكك مثل هذه حتى لا يستغل المستبدون هذا الأمر الذي يتعلق هل فكرة الديمقراطية قابلة للنقد؟ نعم قابلة للنقد. هل للنقد أم النقد؟ النقد بالدال. هل الأساس الذي يتعلق بنقد الديمقراطية في داخل الحضارة الغربية وهي التي أنتجت هذه الفكرة موجودة؟ نعم موجودة. هل الطبعات التي تتعلق بالديمقراطية حتى داخل الغرب هي طبعة واحدة؟ لا، هي طبعة متنوعة.
لكن هل القيم الأساسية التي تحكم معنى الحكم الراشد والحكم العادل هي قيم كلية ثابتة ومشتركة؟ نعم، هذه المعادلة كلها هي التي تؤكد هذا. ولذلك يعني بروز الخطاب الشعبوي مع الخطاب اليميني العنصري داخل الغرب وانتخاب مثل هذه وهي خطاب مضاد للفكرة الديمقراطية بشكل من الأشكال، زي بالضبط النازي لما استطاع أنه يتوسل الأدوات الديمقراطية ثم بعد ذلك انقلب إلى حالة من الحكم الفاشي والنازي في هذا الإطار. طيب لو هو بتوسل للمسألة دي، هل هذا حجة على المسألة الديمقراطية في هذا الإطار؟ لا يعد حجة بأي حال من الأحوال. نحن نتحدث عن الأطر الحقيقية والجوهرية التي تحكم حال الممارسة السياسية في هذا الإطار. ومن هنا حتى لو الغرب نفسه هناك تراجع وفي هناك نقد للفكرة الديمقراطية، نحن أيضا ننقد الفكرة الديمقراطية. نحن أيضا حينما ننقد هذه الفكرة الديمقراطية ونتحدث عن طبعة عربية أو طبعة إسلامية أو طبعة ذات خصوصية، إنما نتحدث عن ذلك في إطار نقد جوانب معينة في الفكرة الديمقراطية، لكن ليس معنى ذلك أن نضحي بالقيم التأسيسية التي تفرضها الحالة الديمقراطية أو تفرضها مسألة بناء الحكم الراشد. هذه هي المعادلة المهمة، حتى لا يمكن بأي حال من الأحوال إنه أناس يحاولوا أن يصرفون عن الديمقراطية يقول لك ده الديمقراطية بتموت في الغرب أو بتسقط. إحنا بنقول يا ناس، من جاءنا بأحسن من هذا الأسلوب قبلناه، الأسلوب الذي يتعلق بالانتخابات، بس الانتخابات الحقيقية مش الانتخابات المزورة اللي بيخوضها هؤلاء وبيقوموا بصناعها وتصنيعها وصناعة الصناديق وكل هذه الأشياء في إطار عملية مصنوعة زائفة مزورة. الطبعة المزورة في الحالة الديمقراطية، الطبعة الديكورية وطبعة الزينة في الحالة الديمقراطية، طبعة كأن، طبع الدولة الضد، كل هذه الطبعات هي طبعات مرفوضة. أما الطبعة الحقيقية هي طبعة تتعلق بالشعوب، تحافظ على حريتها، تؤكد على إرادتها، وتؤكد أيضا على معنى العدالة في علاقاتها. طيب دكتور، أنا مهتم بمعرفة يعني بعض خصائص هذه الطبعة التي تحدثت عنها لكن بشكل عمومي كثير، نريد أن نخوض فيها، لكن قبل ذلك كيف يمكن ضمان تحقيق طبعة ديمقراطية خاصة لا تقودنا في النهاية إلى ما قادت إليه الديمقراطية الغربية الآن؟ المجتمعات الغربية التي تفرز يمينا سياسيا في دول كبرى مثل أمريكا، مثل النمسا، مثل الهند، مثل دول أوروبا الشرقية، حتى في فرنسا يصعد فيها اليمين بشكل متسارع. يعني كيف يمكن ضمان عدم وصول الديمقراطية الأخذ بنا إلى ما أخذت به هؤلاء الغربيين؟ أنا أعتقد أنه هنا لابد وأن تكون المسألة مصحوبة بحالة من حالات تدبيج الوعي بالحالة الديمقراطية وبالبنية المدنية وبالثقافة السياسية المواتية للديمقراطية حتى في الغرب. لأنه المسألة أنه الخطاب الشعبوي أو الخطاب الذي يقوم على قاعدة غرائزية هو له ما له. ولذلك هو إيه اللي عمله هتلر؟ عمل خطاب غرائزي استطاع أن ينادي به على ذلك الألماني ويقول له أنت الدم الأزرق، أنت الجنس الآري، أنت الدم الذي لم يشوبه أي شائبة، أنت المفضل والسامي. حينما يكون ذلك الخطاب يستجيب له من يستجيب، لأنه بيحمل الغرائز وبيقول له أنت ما فيش منك. هذه المسألة، هذا الخطاب ذو الطبيعة الشعبوية هو خطاب خطير، لأنه هو ضد الفكرة الديمقراطية في حقيقة الأمر. الفكرة الديمقراطية بتتعلق بمعنى صناعة الرشد السياسي
الرشد السياسي في اتخاذ القرار، الرشد السياسي في الممارسة السياسية، الرشد السياسي في عملية التمثيل السياسي، الرشد السياسي في بناء المؤسسات. ومن ثم حالة الرشد السياسي دي مهمة جدا، يقابل عملية الرشد السياسي الحقيقي حالة رشد مزيف. ولذلك أنا عاوز أقول لك في الطبعة الفرعونية على سبيل المثال في القرآن فيقول إن أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يقوم القرآن لازم يرد عليه على طول يقول وما أمر فرعون برشيد، لأنه ليست هذه رشادة وليست هذه هداية لمعنى الرشادة الحقيقية، ولكنها معنى للرشادة الزائفة التي تقوم على قاعدة من الاستخفاف والظلم. في هذا الإطار استخف قومه فأطاعوه، هذه هي المعاني المهمة التي يجب أن نرصد فيها شبكة العلاقة الفرعونية التي تحاول بشكل من الأشكال أن تزور معنى العلاقة السياسية الحقيقية، ومعنى العلاقة السياسية الحقيقية بمتطلباتها في الحرية وفي العدالة وفي الكرامة وفي الحقوق الإنسانية. هذه هي المسألة الأساسية، ومن هنا يجب أن نميز ما بين الطبعة الأساسية والطبعة السلبية حتى في الغرب. ومن هنا كل هذه المسائل منتقدة والخطأ خطأ حتى في الغرب، حتى لو الغرب، لأن الغرب ما هو أتكلم عن حقوق الإنسان، لكن في حقيقة الأمر حينما ترى حقوق الإنسان وترى ممارسة الغرب في حقوق الإنسان والازدواجية المعايير بل وتعدد المعايير الشديد الذي يمارسه الغرب، حتى أنه يعتبر أن هذا إنسان وهذا إنسان، حينما يتعامل مع كيان صهيوني مغتصب على هذا النحو وبهذا الشكل ويقول أنه يمثل الحالة الديمقراطية في واحة من الاستبداد في العالم العربي، وهو في حقيقة الأمر دولة مصطنعة تقوم بممارسة إرهاب ممنهج تساعده فيه قوى سياسية غربية تجعل من هذا الكيان المصطنع وجودا يحافظ على مصالحها في مثل هذه المنطقة الاستراتيجية الجوهرية، يبقى ده مش هو ده الديمقراطية، مش هو ده الديمقراطية. إدارة المجتمع الدولي على هذا النحو حينما يقول أردوغان على سبيل المثال العالم أكبر من خمسة، إنما أيضا يتحدث عن معنى الديمقراطية بالمعنى العالمي في صياغة النظام والمنظومة الدولية. النظام الدولي أيضا يقوم على أسس مشوهة وعلى أسس ديكتاتورية للأسف الشديد وعلى أسس أيديولوجية، وفي هذا الإطار إنما يمارس حالة استبدادي على الدول الأخرى والدول الصغرى بشكل من الأشكال. إذن معنى الديمقراطية المعنى الصحيح والمعنى السليم هو الذي يجب أن نؤسسه ونؤكد عليه كمعنى إنساني. هذا المعنى الإنساني هو الذي يجب أن يسود ويجب أن يقود. لعل الخلاصة الأساسية في هذه الحلقة دكتور، ما أدري يعني انتهى وقت الحلقة، لكن لا أدري إذا كنت توافقني على أن العرب بحاجة إلى نخب جديدة تبرهن على أن الديمقراطية يجب أن تتحقق واقعا عمليا فيما بينهم قبل رفعها شعارا للدولة والمجتمع، وتبني طبعة ذات خصوصية. أشكرك. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفي الكريم الدكتور سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، شكر الله لكم، في حراسة الله وتوفيقه.